فيما يخص الأنظمة التي تتعامل مع الأنظمة الإلكترونية الرياضية تحديدا. لا شك عندما استعرضنا الواقع العربي لم نجد أي نظام جديد نستطيع من خلاله التقييم نظام إلكتروني رياضي يقدم خدمات إلكترونية. كل الموجود إلى الآن هي صحافة إلكترونية أو منتديات رياضية. نعم علي، بداية يعني الجمهور الرياضي يتوقع أنه دخل التقنية في الصحافة وفي الأخبار الرياضية، لكن قد يفاجأ البعض أنه التقنية دخلت في جميع الأمور الحياتية لدرجة أنها دخلت كأنظمة تقنية في الرياضة، إدارة الملاعب. هناك العديد من الأنظمة التقنية التي باشرت وساعدت في تطوير العملية الرياضية. طبعا من الجميل أن وجدنا صفحة على الفيسبوك تتحدث عن أكاديمية رياضية يتم من خلالها تعليم كتابة الخبر الرياضي، كذلك بعض المعلومات التي يمكن أن يتداولها منهم على الفيسبوك كمعلومات رياضية مفيدة على مستوى التثقيف الرياضي أو كذلك مفيدة على مستوى التعريف بالأندية بشكل عام. المهندس خالد حلاوة مدير فرع شركة آي هورايزن في السعودية، وهي من الشركات التي تقدم على الواقع العربي وكذلك العالمي الحلول الخاصة بالبرمجيات للعالم الرياضي. مهندس خالد مساء الخير. مساء النور، كيف الحال؟ الله يحييك. طبعا لا شك أن العربية ما زلنا لا نشاهد مثل هذه المواقع. ما هي التقنية التي تقدم من خلال آي هورايزون كبرمجيات خاصة بالرياضي الإلكتروني؟ والله حقيقة من البرامج الرائدة حقيقة في هذا المجال، واللي تعتبر قليلة في المنطقة العربية ولكنها مشهورة على مستوى العالم، هي برامج إدارة المباريات. حقيقة كتير بيحتاجوها الاتحادات الكرة أو الاتحادات الرياضية بشكل عام، لأنه هاي البرامج بتعطيهم الإمكانية إنه يرشفوا كل المعلومات الخاصة من المباريات بتفاصيلها الدقيقة، من ناحية الأحداث التي تحصل في المباراة هاي، اللاعبين وأسمائهم، الفرق المشاركة في المباريات، أحداث المباراة بتفصيلها الدقيقة، يعني كم فاول صار في المباراة، قديش حجم استحواذ الكرة في المباراة، كم بنالتي صار، كم كرت أصفر، كم كرت أحمر، وهذه تؤرشف للتاريخ وتغطي أحداث المباراة بتفاصيلها خلال حدوثها. كيف يتم إدخالها مهندس خالد؟ الآن طبعا عادة بيكون في محررين، يعني أنتوا كسبب عملتوا لقاء مع الأستاذ مع صحيفة الجماهير. عادة بيكون في محررين بيتابعوا المباراة إما من خلال التلفزيون أو من خلال الملعب على أرض الملعب نفسه. هذول عندهم برنامج بسيط جدا سهل الاستخدام، من خلاله معرف عنده داخل البرنامج جميع الأحداث التي تحدث في المباراة، أسماء اللاعبين بتفاصيلها، لباس اللاعبين وألوانها، توقيت المباراة 90 دقيقة والوقت الإضافي، لاعبين الاحتياطيين، وقدامه الشاشة بيختار الأكشن اللي بده يعملها وبيختار اسم اللاعب، وأوتوماتيكيا تظهر للمتلقي. بمعنى مهندس خالد أنه لا يقوم بعمل أي كتابة، هو مجرد اختيارات موجودة مدرجة داخل البرنامج. نعم بالضبط. هلأ أنا طبعا اللي بيهمني أنكم تركزوا عليه هو أنه في النهاية البرنامج يؤرشف الأحداث، بالتالي في أي مرحلة من المراحل خلال 10 سنوات أو بعد مرور فترة طويلة على الأحداث هاي تقدر ترجع تعرف مين ضرب ضربة ركنية في مباراة معينة في دوري معين. نعم، ويمكن في معلومات أكثر عن اللاعب، إدخال معلومات أكثر عن اللاعب، وطبعا ستكون هذه المعلومات مؤثرة حتى على سير اللاعب في الصفقات. طبعا الآن كل حدث يحدث في المباراة يتم تسجيل فيديو وصورة والحدث نفسه واسم اللاعب ورقمه وصورة اللاعب، فبالتالي انت الحدث هذا بس تفوت تتفرج عليه، مش تتفرج بس على الحدث، تتفرج على الحدث وبتشوف فيديو، مقطع فيديو خاص فيه، وبتشوف صورة الحدث نفسه مربوطة بنفس الحدث. فهي الميزة الأساسية أن الأرشفة تتم مش من خلال فقط اسم اللاعب أو نوع الحدث، ولكن كمان تربط بالفيديو والصورة.
طيب مهندس خالد، هل مثل الأنظمة هذه من الممكن أن تقوم بعض العمليات في الشارع الرياضي، مثل قرعة الدوري، مثل كشف بعض الأخطاء التحكيمية أو مثل ذلك؟ طبعا طبعا، انت الان كونه صار في عندك ارشيف لكل نعم. مباراه او لكل دوري، فالرجوع لاي معلومه بدك اياها سهل الوصول اليه من خلال البحث البسيط. فبالتالي مجرد ما انك انت تقدر توصل للمعلومه خلاص صارت سهله عليك انك تجيب الاشخاص المختصين في تحليل هذه المعلومه وبالتالي اتخاذ قرار في طبيعتها. هلا اما بخصوص الاستفتاءات والقرع والاشياء هاي، فانا اي ثينك انه البرامج اللي تستخدم حاليا في هذا المجال هي برامج المتعلقه بالاس ام اس. الآن يرسل سؤال للأشخاص وبعدين بيردوا عليه، بيجمعوا الإجابات وفي النهاية بيعلنوا فائز عن السؤال، بس هاي طبعا بتتم من خلال الاس ام اس، لأنه هلا في برامج برضه مرتبطة بالأحداث الرياضية هي واللي منتشر الآن بشكل كبير جدا هي استخدام الاس ام اس في الأخبار الرياضية، وأنا أتوقع كلنا بنستفيد منها الآن. هو هي كأخبار فقط، لكن كسيستم مؤرشف تستطيع تفاعل الرجوع تفاعل إليه. نعم، الآن حتى أنظمة الاس ام اس صار فيها تفاعل، تقدر انت يبعثوا لك سؤال وترد على السؤال بجواب، فبالتالي لا انت يعني زمان كان متلقي فقط، ولكن الان صار في تفاعل على مستوى الاس ام اس كمان. يعني اللي بدي اقوله ايش، انه كل ما مر الوقت حنلاحظ ان التكنولوجيا عمالها تدخل في تفاصيل. انا حكيت لكم الان على طريقه عرض المعلومات للناس على الموقع وارشفه الاحداث الرياضيه، ولكن في برامج معقده جدا ترتبط بكفاءه اللاعبين. هل هذا ما اهدف اليه؟ نعم، انا بقول لك مثلا مدرب في نادي معين، بتعرف انت الان المدربين بتغيروا كل سنه بعد نهايه الدوري، الا ما تلاقي مدرب جديد صار موجود في نادي معين. الان المدرب هذا مش معقول اول ما يجي تعطيه اشرطه فيديو يقعد يتفرج عليها، صحيح، ويقعد بالساعات ولا بالاسابيع يتابع الاشرطه ويشوف اللاعبين هذول كيف كانوا يلعبوا عشان يعرف طبيعه اللاعبين. لكن من خلال النظام يستطيع الحصول على معلومات يعني. برنامج اداره الاحداث الان تحول الى ارشيف، اي معلومه بده يرجع لها بيرجع للاعب، اسم اللاعب بيطلع له كل الاكشنز او كل الاحداث اللي قام فيها بكل المباريات، ويتفرج على اللاعب هذا بطريقه مهنيه وبتابعه، مش بيحضر افلام بالساعات وبالايام عشان يقدر يعرف لاعب معين كيف كفاءته وشو امكانياته. اخيرا يطلع تقارير. اخيرا مهندس خالد، كم كذا. اخيرا مهندس خالد، وليس لدينا المزيد من الوقت، يعني كمثال موجود من كمواقع تستخدم هذه التقنيه. موقع الاتحاد القطري لكره القدم بيستخدمها الان، هي نفس التقنيه هاي، والان احنا على فكره شغالين في السعوديه، قابلنا اتحاد الكره القطري بالسعوديه وقابلنا، وهلا على قريبا جدا حنقابل، انا بديش اذكر الاسماء حقيقه، الاتحاد السعودي. انتم قابلتوا الاتحاد السعودي؟ ايه قابلنا الاتحاد السعودي، نعم، ولكن طبعا لسه بمجال النقاش بيننا وبينهم. طبعا جميل. في كمان قابلنا بعض الانديه، وواحد جميل. من الانديه ابدى اعجابه بالنظام، وان شاء الله يا رب الامور تمشي باتجاه انه طبعا انا بالاخر بالنهايه طبعا احنا شركه، ولكن انا بهمني كمان انه المشاهد السعودي يستمتع بانه يشوف جميل. هذه المعلومات جميل. وتصير موجوده له بالتفصيل. شكرا لك يا مهندس خالد، يا الله يحييك ويسلمك، وشكرا لكم كمان. شكرا.